جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أفضل وسيلة لحفظ المتون العلمية؟ لا شك أن الحفظ إذا تيسر لأحد لا شك أنه يعني أمر مهم وأمر عظيم، والإنسان يحرص يعني الذي يريد أن يحفظ يحرص على أن يسأل عن الأشياء التي أهم من غيرها، فما يتعلق بالحديث مثلا الأربعين النووية هذا أول شيء يعتنى به، وهي حديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت أن الحافظ بن رجب شرحها مع الثمانية حديث التي زادها في كتابه جامع العلوم والحكم، فيقتني هذا الكتاب الذي هو جامع العلوم والحكم ويحفظ هذه الأحاديث ويقرأ شرحه لها ويعرف معانيها وما اشتملت عليه. ثم كذلك بعد ذلك عمدة الأحكام، الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة، وهو كتاب نفيس يشتمل على أكثر من 300 حديث، وهو حديثه متفق عليها رواها البخاري ومسلم. فعندما يحفظ يعني عندما عند الحفظ يحفظ مثل هذا المتن العظيم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على هذه الكمية من الحديث، وهو من الحديث المتفق عليها التي رواها البخاري ومسلم في صحيحين. وكذلك فيما يتعلق بالعقيدة مثل هذا الرسول محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب مختصر نفيس يحتاج إليه طلبة العلم والعوام، وهو مبني على الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، يعني الإنسان في قبره يسأل عن ربه ودينه ونبيه، والأصول الثلاثة هي هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر. فإذا اعتنى بهذا الكتاب أو بهذه الرسالة الصغيرة وكذلك بشروحها مما شرحها من أهل العلم، فإن ذلك إذا حفظ هذه الرسالة ورجع إلى شروحها لا شك أنه يحصل علما عظيما في العقيدة يتعلق بالأمور الثلاثة التي هي محل السؤال في القبر، وهي سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنها نفيسة ويتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهي من أهم الرسائل، وحفظها يعني من أولى ما يحفظ. وكذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأنه يتعلق بتوحيد العبادة، فقد اشتمل على 67 بابا كل باب يتعلق بموضوع معين من موضوعات العبادة، وفيه بعض التراجم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولكنه مبني على توحيد العبادة، وطريقته رحمة الله عليه مبنية على اختيار الآيات والأحاديث والآثار التي عن الصحابة ومن بعدهم فيما يتعلق بموضوع الكتاب. فالكتاب هو في الحقيقة ذكر وإيراد للآيات والأحاديث وآثار السلف المتعلقة بالباب، فيعني ليس هذا ليس فيها كلام للشيخ رحمة الله عليه، وإنما كلامه الذي يعني هو في المسائل التي تأتي في نهاية كل باب، والتي بها الإنسان يشحذ ذهنه، ويعني عندما يخلص الباب يقرأ يعني في هذه المسائل، ويعني يتأمل من أين استخرجت هذه الفوائد، لأنها كلها ترجع إلى كل باب، لأن الفوائد تتعلق بكل باب، فالإنسان عندما يقرأها وهي من كلام الشيخ يعني يرجع إلى الآيات والأحاديث والآثار التي بنيت عليها هذه المسائل. فالإنسان يحفظ هذه الآيات والأبواب بآياتها وأحاديثها وآثارها، وهذا شيء نفيس وشيء عظيم، لأنه كتاب مبني على الآثار، ليس من كلامه، وإنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام التابعين لهم بإحسان. وكذلك فيما يتعلق بالفقه، يعني إذا اختار له متنا من المتون وحفظه من أجل أن يستذكر المسائل لا لأن يبني عليها ويعول عليها ولا يخرج عنها، وإنما ليعرف المسائل حتى يستذكرها ويستذكر أيضا الحكم فيها
وهل الدليل مع ما جاء في هذا المتن أو الدليل على يعني في مسألة في قول آخر غير ما جاء في هذا المتن. فلكن فائدة ذلك كل إنسان يستعرض المسائل ويتذكرها ويعني حتى تكون غائبة عن باله. فإذا استعرض هذه المتون المختصرة في الفقه فإنه يتذكر تلك المسائل ويعرف يعني ما قاله العلماء فيها، لكن لا يتقيد بذلك الكتاب الذي هو خاص في مذهب معين، وإنما يكون همه وعنايته معرفة الدليل. ومن المعلوم أن كثيرين من الفقهاء العلماء الذين برزوا والذين صاروا من أهل الاجتهاد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومثل ابن عبد البر ومثل يعني البيهقي والنووي وغيرهم من العلماء الذين برزوا واجتهدوا، إنما في أول الأمر درسوا فيما يتعلق بالمذهب لكنهم لم يتقيدوا به، لأنهم صاروا بعد ذلك يعني يعرفون الأدلة ويعرفون الأقوال ويعرفون ما هو أسعد بالدليل مما خلى من الدليل. يكون يعني قراءة أو حفظ يعني شيء من المتون في الفقه للاستذكار المسائل لا للتقيد بها، وكل إنسان لا يخرج عنها ويلتزم بها، وإنما لاستذكارها. وكذلك فيما يتعلق بالفرائض مثل قصيدة الرحبية هذه التي يعني يستذكر فيها مسائل الفرائض ويعني وهكذا. فالإنسان بهمته العالية ويعني نشاطه واهتمامه وقصده الطيب يعني إذا شغل وقته في حفظ ما تيسر له من المتون مع العناية بالفقه ومعرفة المعاني لا شك أن هذا خير على خير ونور على نور.